تسألهم الآن عن أنواع التوحيد، عن أنواع التوحيد. نعم. نعم يا عبد. اسمك؟ اسمي محمد عبد اللطيف إسماعيل. ما شاء الله. ما هي أنواع التوحيد؟ التوحيد ثلاثة، وهو التوحيد الربوبية، التوحيد الألوهية، التوحيد الأسماء والصفات. خليه يذكر باللغة الكمبودية. التوحيد الربوبية أي أذكر الله كنيدا بكان أبدا ما. التوحيد الألوهية أي أذكر الله كم جاك تمنى كنت أتوقع كنت نسوك نوي. التوحيد الأسماء والصفات أذكر الله تمنى كنت تال ما شاء الله.